المشاركة ديالي في بولفار كانت بالفضل ديال سفيان فحصي اللي هو خو طوطو رابر طوطو. عجبني الحال حيت انفيتيت هنا حيت ماشي اي بلاصه، راه البولفار هذا. و كنشكرهم على الاستضافه ديالهم ليا وصافي. هاد المشاركه اللي غضيف ليا هي انه صافي تفاليديت انني رابوره اللي نستحق انني نطلع البولفار، حيت ماشي اي رابر كيطلع البولفار. أغنية الأخرى كانت سجلتها في رمضان، كنت صايمة وسجلتها، وكان سجل لي غفور ووليد. ومهم بقى داك التراك كنقلب شكون غيصور ليا. من بعد ملي لقيت صورته لقيت واحد الولد كينزو هو اللي صور ليا كليب، صافي داز داكشي مزيان بخير، تلاح كليب الحمد لله. دابا راه 3 جوغ ضرب مليون الحمد لله. اختاريت السوجي ديال غدروني وفهمتي، حيت بزاف ديال الناس اللي واخدين عليا نظره خايبه هما ما كيعرفونيش مزيان، فهمتي كيغدروني فهمتي. بزاف ديال الناس اصلا عرفتهم في حياتي غدروني بزاف وديما كيبغيو يطيحوني، و صافي هادشي اللي كاين. داك التراك بغيت نوصل منو غير واخا نتوما درتو هادشي كامل وما شنو الي ديما غتبقى الفوق. الغدر من جهه الصحاب، مساوس بنادم باغي كتشوفو غير باغي الكري المشاكل، باغي غير يطيحك. لا 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 بالعكس، ما كنلومش الاب ديالي حيتاش انا اللي غلطت معاه، وانا عارفه هادشي انا اللي غلطت معاه و ماشي المتولة شي حاجه. انا حيت عايشه دابا مع ماما زعما قلت غير ما اللي في قلبي غير عذروني، يعني راه حتى شي واحد ما غيجي في قلبي من غير ماما، هادشي اللي كاين. اما بابا عمري لمتو ولا شي حاجه، بابا راه بابا كيبقى بابا وعزيز عليا وكنبغيه، ولكن كاينين شي مشاكل اللي خلاونا ما نبقاوش مجموعين. اي واحد عنده مشاكل، ما كاينش اللي ما عندوش مشاكل وعادي هادشي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.